متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. يوسف سحيري، محمد خساني، عبد القادر جيريو وسهيلة معلم يشاركون الجمهور أول حلقة من مسلسل بابور اللوح، والذي يعرض حاليا في إحدى التطبيقات الخاصة. سهيلة معلم تنشر هذه الصورة وتعلم حانوت كوسميتيك في سوندروفيل، لكن في المملكة العاشورية. بطلة مسلسل يما مونيا بن فغول، هيا تستعرض قصة شعرها الجديدة مع فستانها الأحمر الجميل. على طريقة مشاهير هوليود، هيا منى الحدلي تحل ضيفة لإحدى تظاهرات للباس التقليدي الجزائري. وبما أننا نتكلم عن اللباس التقليدي، فمنى الحدلي تحل ضيف عليهم بالكراك العاصمي باللون الأبيض. نجمة دراما بطلة مسلسل يما 2 مليكة بالباي تطلع على متابعيها بالفستان الأسود. الممثلة المحبوبة شهرزاد كراشني تواصل تألقها في مسلسل مشاعر 2. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.